هذا العماني والبطولات لما الراس عالي دامها المجد علي اللي يعشق هذا التراب وضمه يكون الأول ما يكون التالي هذا العماني والبطولات لما الراس عالي دامها المجد علي اللي يعشق هذا التراب العزيمة والإصرار إن شاء الله ليقدم نتائج طيبة في هذه البطولة لا سيما وأنها تتزامن مع احتفالات البلاد العيد الوطني المجيد وأكيد كل الشعب العماني يعيش فرحة احتفال العيد الوطني المجيد هذه الأيام ونحن نتمنى كإدارة الاتحاد أن نساهم في هذه الاحتفالات بأن يعني يحقق المنتخب نتائج إن شاء الله طيبة في هذه البطولة وتكون فرحة فرحتي إن شاء الله.